تكون فيها نموذجا لما سيكون عليه الحوار، الجدية واحترام التنوع واحترام الخلافي والاختلاف، وإدارة كل هذا بروح توافقية من الجميع، وأشهد بهذا من أجل إنجاح هذا الحوار والوصول به إلى غاياته التي نظمناها في الجلسة الثانية في وثائق أساسية. الجلسة الأولى اللي هي ثلاث يعني الجلسة الافتتاحية كان بها جدول أعمال واضح أصفر عن قرارات، كان هناك مناقشة لقرار تشكيل مجلس الأمناء. مجلس الأمناء هو الذي أصدر قرار تشكيل نفسه، وهذه بادرة أظن أنها جديدة في الحياة السياسية المصرية، وتعبر عن استقلال كامل لهذا المجلس، وأنه كل من أعضائه ينتمي إلى ما يفكر فيه وما يعتنقه، وأنه لا سلطة منشئة للمجلس سوى المجلس. وبالتالي أصدر المجلس قراره الأول بإنشاء نفسه، وأصبح بهذا المجلس قائما بفعل هذا، وطبعا بالاستناد إلى الدستور الذي يؤكد في المادة الخامسة منه على التعددية السياسية والحزبية، واستنادا إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية التي أشرنا إليها، وإلى تكليفه للأكاديمية الوطنية التي كلفت المنسق والذي قام بالتشاور على هذه الأسماء، وبالتالي صدر القرار الأول بتشكيل مجلس الأمناء. قبل أن أشير إلى القرارات التالية يهمني أن أؤكد على أن ما دار في الجلسة الأولى الساعات الأربع كان في الحقيقة مثال في تقديري وفي ظل خبرتي المتواضعة، مثال حي لما يمكن أن يكون عليه أي حوار وطني مسؤول ومتنوع. كان كل الزميلات والزملاء عند قدر المسؤولية وقدر الالتزام أيضا، كل برؤيته وبأفكاره، وقد أثمر هذا وأسفر بعد مناقشة طويلة، وهي المرة الأولى ربما التي يجلس فيها هذا الجمع بهذا التشكيل معا. وبالتالي هناك نقطة يجب أن نضعها في الاعتبار، أنه في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الظروف غالبا ما يحدث صدمات أو احتقانات، لم يحدث هذا على الإطلاق في الجلسة الأولى. كان هناك مناقشات، كان هناك أخذ ورد، لكن في النهاية الروح التي سادت بين كل زميلاتي وزملائي هي روح المسؤولية عن قبل هذا الحوار عن هذا الوطن. الحوار أسفر عن أمرين مهمين يجب أن نضعهما أمام حضرتك، وثيقتين. الوثيقة الأولى هي إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه. هذه الوثيقة كان قدم مشروع اقتراح بها خضع لمناقشات وتعديلات، والصورة النهائية لها سيجري إعدادها عاجلا، وستكون منشورة أمام حضراتكم جميعا على الموقع الخاص بالحوار، لكننا انتهينا منها للتو، وبالتالي لن يتاح توزيعها الآن، لكن التعديلات اللي تمت عليها هي أيضا تعبر عن هذه الروح المسؤولة وعن هذا الالتزام بالموضوعية لدى جميع زميلاتي وزملائي، لأن ما جاء بها كان يعبر بعد التعديلات عن توافق تام، لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد في مادة واحدة بحيث نلجأ للتصويت، الأمر تم كله بالتوافق. فهذه الوثيقة الأولى، وهي مكونة من 19 مادة، هي اللائحة المنظمة لكل عمل الحوار والمجلس واللجان النوعية والفرعية. الوثيقة الثانية، وهي أيضا أمر مهم أن نشير إليه وفي مثل هذه الحوارات يجب أن يكون موجودا، وهي إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني. هذه المدونة مقسمة إلى عدة أقسام، وكل قسم به عديد من البنود، ولدينا إجمالا في حدود 25 بند. هذه الوثيقة، وهذا يؤكد أيضا هذه المسؤولية وهذا الالتزام الأخلاقي الطبيعي لدى من يعني يرون أنهم يمثلون فئاتهم أو قطاعاتهم أو حتى هذا الشعب، بمثل هذه لم تشهد خلافا تقريبا إلا في بعض البنود الصغيرة والقصيرة، وأيضا ستوزع على حضراتكم فور إعداد النسخة النهائية منها.
بخلاف هذا الحوار الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، وده هيبقى واضح تماما في اللائحة، حدد اختصاصات المجلس برضاء الجميع وبتوافق الجميع ودوره في إدارة الحوار وتنسيقه، وأكدت اللائحة ويؤكد مجلس الأمناء أننا لسنا نحن الحوار، نحن إدارة الحوار، نحن ترتيب وتنظيم مواعيده وأجندته ومدخلاته ثم مناقشة مخرجاته ورفعها للسيد رئيس الجمهورية حسبما نص في دعوته، لعرضها بعد ذلك على مختلف الجهات التشريعية وعلى رأسها طبعا البرلمان بغرفتي وعلى الجهات التنفيذية. اللائحة لم تتضمن تصويتا، لا يوجد شيء في اللائحة فيما يعرض على مجلس الأمناء بالتصويت، إما التوافق أو الاتفاق التام، أو إذا كان هناك رأي أو اثنان أو ثلاثة يرى المجلس أنها معتبرة وأنها ترفع للسيد رئيس الجمهورية، سترفع كل الآراء مشفوعة بحججها ودراساتها لكي يقرر فيها ما يرى السيد الرئيس، وبالتالي استبعدنا مبدأ الأغلبية أو الأقلية داخل هذه اللائحة، وهذا سيكون نبراس الحوار ككل. نحن هنا لسنا لكي يهزم أحدنا الآخر أو يهزم أحدنا من الآخر، نحن هنا لكي نصل إلى قواعد لإدارة اختلافاتنا أو توافق حول هذه الآراء، والحد الأدنى هو وضع هذه القواعد. وأنا أظن هذه اللائحة وتلك المدونة تؤدي هذا الغرض تماما حتى اللحظة، أنها تنظم الخلافات التي قد تنشأ بين الحاضرين. طبعا لن أطيل عشان أعطي مجال للأسئلة من حضراتكم للسادة والسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمناء ولي، لكن هناك قرار مهم اتخذه مجلس الأمناء يتعلق من يحضر الحوار، من مدعو للحوار، والبدء بأن كل مصري داخل هذا البلد وخارجه، كل كيان سياسي أو حزبي أو نقابي أو مهني أو عمالي أو طلابي أيا كان، قائم في إطار الشرعية القانونية والدستورية في البلاد، مدعو لهذا الحوار دون أن تصله دعوة من مجلس الأمناء. والدعوات موجودة لدينا حتى الآن، ووفق الأرقام التي عرضها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، تقدم حتى الآن طلبات مشاركة ومقترحات قرابة 100,000 مقترح. وهناك أيضا سيوزع على حضراتكم تفصيل هذا في كل أنواع الاقتراحات ومجالاتها ومحاورها والقضايا التي اهتم بها الناس، فالجميع مدعوون حتى لو لم تصلهم دعوة. والاشتراك هو عبر البريد الإلكتروني للأكاديمية، وكل من لديه فكرة جديدة أو متجددة أو راغب في مناقشتها هو الأولى بالحضور. الحضور ليس شخصيا، الحضور للأفكار، من لديه أفكار فليرسلها ويتبعها بتوقيعه أو باسمه أو بصفته. ولدينا الأمانة الفنية مجموعة من خيرة الشباب تقوم طوال الوقت وطوال الساعات بفرز وتصنيف كل ما يرد إليها والرد على أصحابه وعرضها على مجلس الأمناء لكي يقرر هذه المحاور. قبل أن أصل القرار، اللجان النوعية واللجان الفرعية المنصوص عليها في اللائحة التي هتوزع على حضراتكم هي موضع قرارات من الاجتماع القادم. الاجتماع القادم للمجلس يوم الثلاثاء 19 يوليو إن شاء الله، هيكون الساعة 12 ظهر، ومنوط به في جدول أعماله هو استكمال تشكيل أسماء اللجان النوعية الرئيسية المحاور واللجان الفرعية، وأيضا اقتراح جدول البدء في أعمال المجلس. طبعا العيد القادم كل عام وأنتم بخير جميعا، فده هيوقفنا قليلا لكن سننطلق وبسرعة بعدها. النقطة الأخيرة وأعود الإجابة عن السؤال من يحضر الحوار، الأصل هو كل مصري أو كل كيان، الاستثناء وقد اتفق بالإجماع مجلس الأمناء عليه هو كل من ساهم في عنف أو قتل أو هدد به المايك يا جماعة.
مش شغال. لا طب مش هنزوم اللي اسمعوا. طيب عيد تاني. السماعات فيها مشكلة. طيب هكمل من غير مايك. مرة أخرى. هلو هلو شغالة. هلو هلو. يعني ده مش ذنبي الفني. احنا على الهوا خلي بالكم. هو عطل فني صغير. طيب بعتذر عن العطل الفني ده. اعود مرة اخرى واقول بان المستثنى من حضور هذا الحوار بقرار بالاجماع من مجلس الامناء هو كل من مارس عنفا او شارك فيه او حرض عليه او هدد به. ولدينا جماعة الاخوان في مقدمة من فعل هذا وهي مستبعدة من الحوار بحسب قرار المجلس. الفئة الثانية المستبعدة من حضور الحوار كل من لم يقبل ولا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور مصر 2014، لأن من يرفض شرعية الدستور هو انقلابي ويريد أن يقلب نظام الحكم. والحوار كما عبر السيد الرئيس هو حوار وليس قتال، والذي يقاتل ليس له مكان في الحوار، والمنقلب ليس له مكان في دولة تقوم بحوار سلمي. هذا هو المستثنى. أعيد ثاني مرة أخرى، المستثنى من الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء كل من مارس أو حرض أو هدد أو اشترك في أعمال عنف وقتل، وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية في مصر. وأيضا كل من لا يوافق على دستور البلاد أو يشكك فيه ولا يرى فيه أساسا للشرعية وللحكم فهو أيضا مستبعد. فمن يقاتل ويقتل ليس له مكان على مائدة الحوار، فبما يحمله من سلاح ورغبة في القتل لا يمكن الحوار معه. ومن يريد أو يرفض الدستور هو يريد أن ينقلب أصلا على الحكم، وبالتالي أيضا ليس له مكان في ساحة الحوار. نحن نأمل، وهذا أمل مجلس الأمناء كله، أن يسير هذا الحوار في مساره الجاد، وأن نسمع ونقرأ ونرى من عموم المصريين ومن كل القوى التي تمثلهم سياسية أو حزبية أو نقابية أو مهنية كل ما يخدم الهدف من الحوار، وهو الوصول لأولويات للعمل الوطني محددة، وأيضا سواء متفق عليها أو مختلف حولها، ولكن كل رأي مختلف له أو لديه ما يدعمه. وأكرر مرة أخرى، سيرفع كل هذا من مجلس الأمناء للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية أو تنفيذية. أنا انتهيت من المداخلة، وبفتح الباب قدام حضراتكم سواء الأسئلة لي أو للسادة أعضاء مجلس الأمناء. تفضل حضرتك. مساء الخير، مدحت صفوت من موقع المنصة مع حضرتك. في الجلسة الافتتاحية كانت هناك دعوات واضحة خاصة من الأستاذ عماد الدين حسين إلى رفع أسقف الإعلام وإتاحة الحرية للإعلام، وكمان منذ أيام كانت هناك أصوات برفع الحجب عن بعض المواقع المصرية التي تعمل طبقا للقانون. ما موقف مجلس أمناء الحوار الوطني من قضية حرية الإعلام والمواقع المحجوبة، وبصفتكم أيضا نقيب الصحفيين؟ شكرا. نأخذ سؤالين مع بعض ولا جوابك واحد واحد؟ طيب استاذ محمود سعد، ناخد سؤالين. محمود سعد الدين، موقع بصراحة الإخباري. السؤال الأول، هل الحوار الوطني مرتبط بفترة زمنية فهنقدر نقول إن الحوار سيبدأ في الفترة من كذا إلى كذا؟ السؤال الثاني، ما هو شكل المخرجات من الحوار الوطني؟ هل ستكون في أفكار
أم توصيات أم صياغة أخرى حضراتكم هتحددوها. الحوار الثالث، من سيحاور من؟ هل المعارضة ستحاور قوة من الأغلبية أو المحسوبة على الحكومة، أم أنه هيكون حوار مجتمعي عام وطني يضم كل الخبرات المختلفة في كافة المجالات؟ شكرا جزيلا. شكرا زم. طبعا هجيب على السؤالين. حرية الإعلام لا شك، سواء بصفتي المهنية أو النقابية وكذلك لزملائي جميعا كل بصفته، لا أحد منا يملك أن يخالف دستور البلاد. دستور البلاد به 6 مواد واضحة وشديدة الوضوح فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحظر الحبس في قضايا النشر، لا أقول الحبس الصحفيين والإعلاميين، النص مطلق، الحبس في قضايا النشر أي ينصرف إلى أي مواطن، كلنا مستندون إلى الدستور. وإذا كان هناك من شوائب هنا أو هناك، سواء في تشريعات أو في إجراءات، المنوط بالحوار في مجال الإعلام هو أن يقترح التشريعات والإجراءات ويعلنها. ونحن هنا أيضا أعود إلى اللائحة، اللائحة تقول أن جميع جلسات الحوار وفعالياته علنية ومفتوحة للصحفيين والإعلاميين، ما لم يقرر مجلس الأمناء بخلاف هذا بعض القضايا التي قد يكون الإعلان فيها معوق لمن يشارك فيها عن إبداء رأيه والحق. وبالتالي هذه مسألة منتهية. الأمر الثاني الأستاذ محمود، الفترة الزمنية إحنا حقيقة لا يوجد مدى زمني، لكن لدينا رغبة شديدة بأننا ننتهي من كل من القضايا الرئيسية التي يمكن أن ننتهي منها سريعا ونعلن مخرجاتها للرأي العام. لابد للرأي العام أن يشعر أن هذا الحوار جاد ومنجز، ولن ننتظر حتى ننجز كل القضايا مع الإعلان. لا، إحنا اتفقنا النهاردة على أنه كل ما يتم إنجازه في صورة بقى، وارجع اللي انت قلته، تشريع او اقتراح اجرائي وتنفيذي، هترفع الامور بهذا الشكل، سيتم اعلانه على حضراتكم في كل المجالات المحاور المختلفة. ليه؟ عشان الرأي العام المصري يشعر بجدوى الحوار، وايضا هذه اراء معلنة يحكم بنفسه على جدوى وجدية هذه الاراء. من سيحاور من؟ نحن نتحاور معه في الجلسة الاعلانية صباح اليوم. ربما أنا ذكرت شخصيا أن هذا الحوار هو حوار في الأصل سياسي كما دعا عليه السيد الرئيس، لكن سياسي بمعنى ماذا؟ هو قال حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني. أولويات العمل الوطني متعددة المحاور، قد تكون في الصحة، قد تكون في التعليم، قد تكون في الرياضة، قد تكون في السياسة الخارجية. في النهاية سياسيين هنا تعني أن كل هذه الأولويات سيتخذ بها قرار سياسي، وليس أن الحوار قاصر على السياسة، لأن السياسة مهمة وهي فن إدارة المجتمعات. ولذلك أتت الدعوة من قمة الهرم السياسي في بلاد رئيس الجمهورية، وبالتالي هو مدرك لأهمية الحوار كل حول هذه القضايا واتخاذ قرار سياسي. والسياسي هنا تعني تشريعي أو إجرائي أو تنفيذي. وبالتالي أنا بقول أن الحوار موجود داخل المجتمع. المجلس أمناء الحوار، أنتم تعرفون كل الزميلات والزملاء وتعرفون جيدا من يحاور من. إحنا بنتحاور معا جميعا. طيب هبص الناحية دي وارجع لكم. معلش تفضل. المصري متعطش للعمل السياسي. نحن دخلنا يعني مش عايز اقول التلاجة السياسية، ولكن من 2013 حتى اليوم مفيش ممارسة سياسية. خليني ابدأ يا فندم مع حضرتك بعتاب على الاطالة، ومش عارف ايه السبب الحقيقة، وامنية كنت اتمنى اجد في هذه الامانة من يمثل سيناء ودلتا النيل وصعيد مصر بزيهم وشكلهم التقليدي حتى يكونوا حوارا وطنيا مجتمعيا سياسيا متكامل الأركان. أما عن السؤال، الحقيقة محتاج أعرف شكل الانتخابات القادمة هتكون إزاي. هل سنستمر في فصائل سياسية وتركيبة
سياسية وتركيبة سكانية مختلفة، ودلتا وشمال دلتا وجنوب دلتا وصعيد وشمال صعيد، أم سنترك الدوائر، خاصة وأن الدوائر الانتخابية في الفترة الأخيرة فندم الحقيقة ممكن السادة النواب يتفقوا أو يختلفوا في النقطة دي، كانت قاسية جدا جدا على الناس، وبالتالي الناس كان عندها عزوف عن المشاركة السياسية. مش عايزين نوصل لمرحلة التصويت العقابي، عايزين نعمل حوار مجتمعي سياسي ونضع فيه أيضا العملية الانتخابية. والنقطة الأخيرة يا فندم، إذا كنا نطالب بحرية الإعلام فأرجو أن سيادتك باعتبارك نقيب صحفي مصر أن توجه الدعوة لدولة رئيس الوزراء أن يؤشر على طلب الإعلاميين بعقد جمعية عمومية لنقابة الإعلاميين، هي حبيسة الأدراج أيضا من 2018. عايزين نعرف السبب، هل لنا حق في نقابة أم ليس لنا حقوق في النقابة؟ شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. هرجع لناحيتي، اتفضل يا أستاذ. أستاذ ورا. ميار مختار من سبوتنيك الروسية. كنت عايز أسأل حضرتك أنه لو الحوار تم بطريقة ديمقراطية مفتوحة بلا حدود وبلا أسقف، ده هيحقق الأهداف المنشودة ولا هيكون في خطوط حمراء للحوار؟ السؤال الثاني، حضرتك في الجلسة الافتتاحية اتكلمت عن أنه إذا لم يتم الاتفاق على حوار محدد فهنضطر نلجأ لبدائل، بدائل جدية ومحددة، فما شكل هذه البدائل؟ مش السؤال الصبح في الجلسة الافتتاحية حضرتك قلت انه احنا لو ما توصلناش لاتفاق هيتم اللجوء لبدائل، بدائل جدية ومحددة، فما شكل هذه البدائل؟ عندنا علم بيها ولا؟ اشكر حضرتك. طب انا هجاوب على السؤالين وارجع اكمل. حضرتك الاطالة انا هدعوك الجلسة الجاية، وياريت تقدر تنجز في حوار بهذا الحجم في ربع الوقت اللي احنا بننجز فيه. حضرتك يعني هذا حوار يستحق منا مش ساعات، ساق منها ليالي، واحنا يا سيدي اللي تعبانين مش انت، سيبنا نتعب، احنا عايزين نتعب عشان بلد، زهقت من القعده روح مكان ورجع لنا. ما علينا، هذه الاطاله لها ما يبررها. احنا انجزنا النهارده امور رئيسيه، ثلاث وثائق كبيره بمواد طويله وتستحق المناقشه وتستحق ايضا النتيجه اللي وصلنا لها. التمثيل حضرتك، احنا مصر ليست مقسمة جغرافيا ولن نقسمها لا جغرافيا ولا دينيا ولا عرقيا. واذا كان يعني على الصعيد فانت تعلم وتدري يعني او لا تعلم كم واحد من الصعيد او كم واحد، لكن لن نتحدث من هذه الزاوية ابدا ابدا. هذه زاوية خطيرة لا يجب ابدا ان ننزلق اليها. المهم ليس التمثيل، المهم هو أصوات ومطالب فئات فرعية من المصريين. بذكر حضرتك دستور 2014 الدستور الأول في التاريخ المصري الذي يشير إلى ثقافات فرعية بأسمائها، ونحن نقول أننا نجري الحوار على أرضية الدستور. وبالتالي يعني ما يهدد وحدة الوطن وليس تكامل ثقافاته ليس له مكان في الحوار. شكل الانتخابات أو ماذا ستكون عليه الأمر ده متروك للحوار السياسي، محور السياسي محور رئيسي. الخبراء والسياسيين هيكون لهم أراءهم في شكل النظام الانتخابي، إذا كنت تقصد النظام الفردي أو القائمة المطلقة أو النسبية، ده بالقطع مكانه محفوظ وبقوة في الحوار. النقطة الأخيرة، نقابة الإعلاميين، يعني هو شأن يعني موجود، والنقابة صدر القرار بتشكيلها وصدر قانون لها، ونتمنى أضم صوتي لصوت حضرتك لأننا نقيب الصحفيين وهناك نقابة الإعلاميين، لكن أضم صوتي لصوت حضرتك إنه لابد أن يكون هناك تشكيلات نقابية قانونية معتبرة لكل المهن في مصر حسب المادة 77 من الدستور، وخاصة نقابة الإعلاميين. زميلتنا العزيزة، لا يوجد خطوط حمراء في الحوار. الخطوط الحمراء استبعدناها من الدخول في الحوار أصلا. الذي يقتل ويحرض ليس داخل الحوار، والذي لا يعترف بالدستور ليس داخل الحوار. كل من هو داخل الحوار من حقه أن يصل إلى عنان السماء من أجل مصلحة هذا الشعب في الأرض. لا يوجد شيء يحده أبدا، وبالتالي لا يوجد سقف أحمر. البدائل اللي كنت أقصدها وده قلته، أنه هيرفع للسيد رئيس الجمهورية إذا لم يكن هناك اتفاق على بديل واحد. إذا كان هناك ثلاثة أو اثنين أو أربع بدائل هترفع للسيد الرئيس في الموضوع الفلاني، اتجاهه يرى كذا وتكلفته كذا وتشريعه مقترحه كذا وهكذا، وهترفع للسيد الرئيس. نروح للناحية اليمين، أستاذ عوض وسمو الأستاذ سمير. أستاذ ضياء، أنا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. كان سؤالي مباشر حوالين هذا المكان مستضيف هذا الحدث الهام للغاية،
وكان هناك جدل إيجابي وسلبي، البعض كان لديه تحفظات حول استضافة الأكاديمية لهذا الحوار. هل ارتاح المشاركون في الجلسة المعلنة والمغلقة حسبما تحدثتم معا إلى أمر استضافة الأكاديمية وهي مؤسسة من مؤسسات الوطن، بعدما عرض قادة الأكاديمية بأنهم سيكونوا على الحياد وأن أبواب الأكاديمية مفتوحة لكل المصريين؟ فدي نقطة مهمة نريد أن نطمئن الشارع السياسي المصري على أمر عقد هذه الحوارات هنا داخل هذه الأكاديمية الوطنية. شكرا فضل. شكرا. سؤال ثاني أستاذ سمير عمر. سمير عمر، قناة سكاي نيوز عربية. بشكل محدد حوارات اليوم وقبل أن تنطلق فعاليات هذه الجلسة كان هناك يعني الفضاء الوطني يطالب بكثير من المطالب في مقدمتها الإفراج عن سجناء من يصفون بسجناء الرأي أو المحبوسين على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية. اليوم أيضا في الجلسة أكثر من متحدث طالب بهذا الأمر، هل هناك ثمة تشبيك ما بين عمل الأمانة وبين عمل لجنة العفو الرئاسية على سبيل المثال؟ هل سيمثل هذا الحضور يعني زيادة في المطالبات بأن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق سراح عدد من هؤلاء أم لا؟ هبدأ بسؤال الأستاذ عوض. الحقيقة يعني استراحة الزملاء أو لا، طبعا ده شعور شخصي، يعني المكان لطيف، الناس وفروا لنا كل شيء، لكن لابد من ذكر أمرين. الأول وهو في الموضوع أن هذه الأكاديمية يرأس مجلس أمنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وعندما أسند لها الحوار أسنده انطلاقا مما ذكره كما ذكرت بأن مؤتمر الشباب هو المسؤول عن الحوار، ومؤتمر الشباب جزء من الأكاديمية، والأكاديمية أيضا احترمت وبقوة تنوع السياسي والنقابي وغيره لمكونات الشعب المصري، فاختارت منسقا عسى أن يستطيع أن يخلق توافقا حول مجلس الأمناء. وبالتالي دور الأكاديمية قائم، ونحن بنشكر الأكاديمية، بنشكر الدكتورة رشا عزب المدير التنفيذي على رشا راغب عفوا على كل ما تقدمه لنا من إمكانيات لوجستية وإمكانيات فنية وكل أنواع الدعم الذي يستطيع أن يسهل عملنا، سواء وحتشوفوا ده مدى أهميته لما تيجي الجلسات، وحيبقى في جلسات بالتوازي، وحيبقى في جلسات مع بعضها في نفس التوقيت. الأكاديمية لا شأن لها بمحتوى الحوار، والدكتورة رشا راغب صباح اليوم في كلماتها المذاعة أعلنت هذا، وده أمر محترم منها ومحترم منا، وبالتالي كل التقدير للأكاديمية. الأكاديمية الآن هي يعني المسهل اللوجستي والفني والإداري للحوار. أستاذ سمير، حتى الآن تم الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات جمهورية. الأرقام التي تحضرني حتى هذه اللحظة أكثر من 450 شخص تم الإفراج عنهم حتى اللحظة اللي بتحدث فيها منذ بدء الحوار. ولا أريد أن أتحدث عما سبق هذا، القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم عام 21 وحده فيها أعداد تصل ل 1500 و2000، ولمن يرغب في هذه القرارات أنا سأرسلها له بالأسماء الموجودين فيها. هذا ليس كافٍ، وكل أعضاء مجلس الأمناء منضمين إلى أن يقوم القضاء المصري العادل ممثلا في النيابة العامة أو ممثلا في الدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء فترات الحبس الاحتياطي لكل من لم يقترف جرما جنائيا أو أسال دما أو حرض عليه أو شارك فيه. وده مطلب ليس فقط من القوى السياسية أو المدنية، هو مطلب قانوني. نحن نطالب بأن يتم الإفراج عن هؤلاء، وانه سياده الرئيس يتكرم، وهذه مكنه للرئيس وليست الزاما عليه، بان يصدر قرارات العفو الرئاسي كما اصدرها في فترات طويله سابقه. انا اظن ان احنا لجنه العفو الرئاسي ده دورها الرئيسي، نحن دورنا هو تحفيز هذا الامر كمجلس للامناء، وانا اظن انه في الايام القليله القادمه وايضا بمناسبه الاعياد القادمه ربما يكون لدينا اخبار في التحديد بالتاكيد اكثر من ساره في هذا المجال. روح الناحيه دي برضه، اتفضل يا استاذ.
محمد حميدة، وكالة الأنباء الروسية. في الجلسة صباحا تحدث بعض الأعضاء عن أن الحوار يستثنى منه كل من ذج بالدين في السياسة، فهل هذا الأمر حضرتك سمعت الكلام ده مني ولا من عضو؟ لا، أنا ما قرأته، هو مقررات مجلس الأمناء، أي عضو له رأي آخر هذا حقه طبعا، ناقشوا خارج المؤتمر الصحفي. تمام، يعني كان هذا يعني كان هذا ما طرح او ما اثير صباحا. هل يستثنى من ذلك كل التيارات الدينيه ام فقط جماعه؟ في سؤال عشان بس انا بنظم الكلام، ذكرت ثلاث مرات مع قطع الميكروفون وعودته من هو خارج الحوار، لم ياتي فيهم ذكر لفكره. تمام، اتى فيهم فقط امرين ثاني بعدهم، من حرض او شارك او ساهم بنفسه او هدد بعنف أو قتال، وكل من يرفض الدستور. أي زميل أو زميلة في مصر، مش بس في مجلس الأمناء، له رأي غير هذا هو حقه، لكنه ليس سياسة مجلس الأمناء. هناك نحو 400 دعوة أو أكثر وجهت لشخصيات، ما هي الأسس التي وجهت على أساسها هذه الدعوات؟ وهل من الممكن أن توجه دعوات لشخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة أم كيف هو الأمر؟ هجاوب حضرتك بعدها، اتفضل حضرتك في الآخر. دكتور ضياء، صرحتم منذ قليل انه هذا الحوار، نعرف نفسنا عشان الناس تعرف، انا محمد جمال مراسل تن تي في. صرحتم منذ قليل ان هذا الحوار مفتوح للمصريين جميعا، المصريين بالخارج بالطبع قطاع عريض جدا من المجتمع المصري، هل تم وضع آلية للتواصل مع المصريين بالخارج للسماع الى مقترحاتهم وما يتطلعون اليه في هذا الحوار؟ بشكر حضرتك، برجع تاني الدعوات، انا يعني وده هيتوزع على حضراتكم دلوقتي في هذه الصفحه بس، كل هذه فئات وجهت اليها الدعوات، وحضراتكم هتشوفوا ده هيتوزع على حضراتكم دلوقتي سواء الكترونيا او ورقيا. احزاب، مجتمع مدني، جامعات اهليه، نخب سياسيه وفكريه، صحفيين واعلاميين وفنانين ومثقفين، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مجالس قوميه متخصصه، شخصيات حقوقية، نقابات، بمعنى عدد وافر. لكن برجع تاني بأكد على المعنى اللي قلته من شوية، توجيه الدعوات ليس معناه أن الحوار مقصور على من وجهت إليه الدعوة، كل صاحب فكرة مدعو بحكم فكرته. وأنا بأكد مرة تانية على مدار الساعة، الأمانة الفنية كل ما يصلها، وده هتلاقوه برضو في الورق اللي هتستلموه، بتدرس كل الأفكار وبتعرضها بهذا الشكل، وبالتالي كل صاحب فكرة مبتكرة أو متكررة بمعنى الإلحاح فيها من الآخرين ولديه ما يضيفه هيضع الحوار بدون أن يطلب هذا، وده هيبقى شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة. المصريين بالخارج من ضمن هذه أيضا الفئات اللي الحوار يعني متواصل معها، لدينا تواصل مع عدد كبير من المصريين في الخارج، وأيضا تنظيم مشاركتهم كمان، وأنا بأكد ده مرة أخرى، الدعوات للحوار والحضور ليس شيئا فرديا، حضور الحوار ليس وجاهة سياسية، حضور الحوار عطاء وطني، الفكرة ستأتي بصاحبها إلى أعلى مستويات الحوار، الرغبة لمجرد الرغبة لن توصل صاحبها إلى عتبة الحوار. شوف الكلام صريح وواضح للجميع، البريد الإلكتروني مفتوح، كل ما لديه فكرة حقيقية تصلح أن تعدل شيئا نشكو منه في هذا البلد أو تضيف إليه شيء وتتخذ شكلا تشريعيا كمقترح أو إجراءا تنفيذيا، بالقطع سيكون مدعون للحوار، والجلسات زي ما قلت من شوية هتبقى علنية. طب ننقل الناحية دي، تفضل حضرتك. شكرا جزيلا، احمد حسين من قناة الحرة. سؤالي لحضرتك بخصوص الدعوات التي وجهت للمشاركين في هذا الحوار، وحضرتك ذكرت قبل قليل ان جميع المصريين مدعوون للمشاركة بافكارهم افتراضيا، ما هو شكل الحوار؟ يعني هل سيكون لجان نوعية ولجان فرعية يرأسها احد اعضاء السادة من مجلس الامناء، تقوم بدعوة أفراد معينين للمشاركة في الحوار ثم تلخص وتقدم ما انتهت إليه الجلسات، أم أن المجلس سيناقش الأفكار التي وردت إليه إلكترونيا ويتناقش ويتبحث بشأنها ويصل إلى توصيات؟ يعني شكل الحوار كيف سيتم؟ شكرا حضرتك. حد من الزملاء جنبك؟ تفضل. أو لا، لقدام، الراجل ده ظلم.
ايوه هو ده. الديب احمد من موقع صدى البلد الاخباري. كان ليه سؤال حضرتك، اتكلمت عن استبعاد الاخوان، ماذا عن من كان له علاقه بهم او تورط معهم؟ يعني ايه علاقه؟ علاقه من الاحزاب او القوى السياسيه الاخرى. برضه اشرحها لي. كان له علاقه بيدعمهم يعني او بيساندهم. يعني ايه بيدعمهم؟ اشرحها لي عشان اجاوب اجابه اعرف يعني تعاطف معهم. يعني ايه تعاطف؟ المعنى القانوني يعني ايه تعاطف؟ انا قلت اربع حاجات، قتل او شارك او حرض، والثلاثه في قانون العقوبات لهم نفس العقوبه اللي هي 6 أشهر. الثلاثه عقوبه واحده، لو اعدام للي قتل، اعدام للي شارك، واللي حرض واللي هدد. التعاطف ده يوجد لي شكل قانوني وانا معاك واجاوبك. لو ما لقيتش فكر، ومؤتمر الصحفي الجاي نسال بعضنا. احنا موجودين، هنروح فين؟ طيب ماشي، اتفضل حضرتك. اسلام غريم، برنامج حديث القاهره. احنا بنتكلم على ان كل المصريين مدعوين للمشاركه، ولكن المصريين اللي بيتابعونا دلوقتي على الهواء مباشره ممكن يتساءلوا، انا لو عندي فكره وعايز اوصلها، ايه هي الاليه اللي انا ممكن استخدمها عشان اوصل فكرتي؟ شكرا يا فندم. شكرا. طيب انا يعني اخد سؤال اخير من ناحيه، اتفضل يا استاذ، عشان برضو يعني ما نقفلش حق ال. اتفضل اتفضل. مروه العدوي، بوابه اخبار اليوم. ما هو متوقع ان يجنيه صحفيين من ثمار الحوار الوطني؟ اشمعنى صحفيين؟ انا صحفي. قلنا لكم امبارح. ايه؟ لا قلنا لكم امبارح. احنا نجيب صحفيين، لازم يكون لنا اولويه. يعني حضرتك يعني استكمال حاجه وبس على الاستاذ اسلام، طرق التواصل، طريقه دخول موقع الحوار الوطني اللي هو على الموقع الاكاديميه، في بريد الكتروني وفي واتساب وفي كل، يعني دول طريقتين. وانا اظن ان احنا بنقضي 90% دلوقتي مع تليفوناتنا، فاحنا اخترنا وسائل يعني جوه عينينا، اللي هي جوه جيبنا، اللي هي جوه تليفوننا، وما قلناش لا بريد بعلم الوصول ولا مسجل ولا حاجه خالص. واحنا قاعدين في 18 ساعه في اليوم على التليفون، لو حابين بنبعت رساله، مش حابين ده قرارنا. احنا بنرحب بكل من يرغب في المشاركه. حضرتك ايضا بنفس الطريقه اللي اجبت بيها على فئات المصريين، نعم الصحفيون موجودون في الحوار، والاعلاميون والمواطنون تحت بند اعرض اسمه حريه الراي والتعبير، واسمه خلق اعلام يليق بهذا البلد. كل ما يؤدي الى هذا الامر داخل الحوار، كل ما يتعلق بمصالح الصحفيين في نقابتهم وعندنا، بس مش في الحوار. واحنا بنبذل، كل منا يبذل في مجاله جهده فيما يخص مهنته او نقابته. المطالب الرئيسيه اللي بتتعلق بالمجتمع المصري والصحفيين بيعبروا بالتاكيد، والاعلاميين كمان، عن موضوع الراي والتعبير، اللي هو زي ما قلت 6 مواد في الدستور. مهمه الحوار مش ان هو يعني يجامل فئه، لا، ان يطبق احكامه، اي احكام الدستور فيما يتعلق بحريه الراي والتعبير، وايضا اصلاح الاعلام ضمن اشياء كثيره الحوار الناس متوقعه ان يقوم باصلاحها. عفوا حضرتك، شكل الحوار هيحدد، انا قريت جدول الاعمال اللي جاي، وشكل الحوار حضرتك احنا يعني غير متعجلين لاعلان اشكال قد تكون وفقا لمعلوماتنا الحاليه وتغيرها بكره غير عمليه، لكن من المؤكد ان هناك محاور رئيسيه ونص عليها في اللائحه، ومن المؤكد ان هناك لجان نوعيه كبيره لهذه المحاور، ومن المؤكد انه ستكون هناك لجان فرعيه تتفرع من اللجان الرئيسيه. يعني لما نتكلم مثلا عن المحور السياسي، المحور السياسي لا يمكن ان يتم في لجنه واحده لانه قضايا متعدده. المحور الاجتماعي قضايا اكثر تعددا، المحور الاقتصادي كذلك الامر، في مالي وفي نقدي وفي اقتصادي وكذا. وبالتالي ده امر هيحدد مع مجلس الامناء، وهيوضع جزء منه في اللائحه، والباقي هيبقى خاضع لقرارات المجلس، عشان الحوار يبقى حوار جدي، وايضا يفضي الى شيء، مش مجرد ان احنا بنتبادل الاراء قدام حضراتكم ولا ننتهي الى شيء. ان حاضر في حد. اتفضل استاذ احمد.
احمد عثمان قناه العربيه. دكتور ضياء، هل سيكون هناك لقاءات مباشره ما بين حضراتكم كاعضاء في مجلس الامناء مع رموز مثلا من المعارضه من خلال لقاءات يتم فيها طرح ارائهم ومشاكلهم بشكل مباشر سواء علني او في جلسات مغلقه؟ لان البعض بيحذر بان فكره اللجان التي تفرع باللجان اخرى ربما التفاصيل تتوه، فهل سيكون هناك فكره ان يكون هناك لقاءات مباشره يتم فيها طرح الاسئله او المخاوف من خلالهم الى حضراتكم بشكل مباشر؟ ماشي، اللي قدامك بقى عشان ندي فرصه. ماشي، اتفضل انت واللي قدامك بقى. فضل. كريم صبري، مراسل قناه ETC. بسال حضرتك يا فندم عن يعني توقعات حضرتك لحاله النقاش اللي هتكون ان شاء الله في الحوار، خاصه ان الحوار بيشمل عدد من الاحزاب السياسيه وبما فيهم المعارضه. سؤالي الثاني لحضرتك وهو يعني كيف سيصل هذا الحوار للشعب او المواطن المصري البسيط في الشارع المصري؟ شكرا جزيلا. انا بشكر. طب حضرتك اتفضل السؤال الثالث. برحب بحضرتك في البدايه. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، يعني في بعض الملايين قدام شاشات التلفزيون، اولا حمدي بكري جريده فيتو، يعني ايه اللي وجه الاستفاده اللي ممكن المواطن البسيط اللي قاعد قدام التلفزيون يقول انا هستفيد ايه من الحوار الوطني بعيدا عن القوى السياسيه او المشاركين؟ يعني شكرا. شكرا لحضرتك. طيب انا استاذ احمد، مقابلة رموز من قوى المعارضة أو غير المعارضة، هذا الحوار زي ما قلت هو حوار ما بين الجميع، وفي مقدمة الجميع عندنا قوى سياسية وأحزاب ممثلة في أحزاب. وأنا هنا هقول الشيء اللي ما قلتوش في البداية، إن هذا الحوار هو ربما، مش ربما، ده باليقين الحوار الأول من نوعه منذ ثورة 1952، ثورة يوليو، الذي يحظى بقبول جميع القوى السياسية والنقابية والحزبية بلا استثناء. هذا لا يعني أنه ليس هناك أصوات نحترمها لأفراد بعضهم رفض الحوار وبعضهم يضع ضمانات أو يطلب ضمانات، لكن القوى السياسية بالمعنى المعروف حزبيا أو سياسيا لا أعرف قوة واحدة رفضت هذا الحوار. واللي عنده قوة رفضت يقول لي داخل هذا البلد، وبعض القوى خارجه بمن فيهم من نحن نرى أنهم غير جديرين بدخول الحوار بيحاولوا يعني الإيحاء بأنهم يرغبون فيه. وبالتالي الحالة المصرية السياسية بكل أطيافها وألوانها موجودة، ومش موجودة بس في الجلسات الحوار هتكون، لا، السادة ممثلي القوى السياسية بما فيها المعارضة بالقطع هم زيهم زي الآخرين، من حقهم الحضور، من حقهم المشاركة. مجلس الأمناء يعبر عن تشاور واسع جدا مع الجميع، سيدات والسادة المحترمين اللي موجودين هم تمثيل واسع لحاجات كتير في مصر، ما حدش فيهم بيقدم نفسه باعتباره ممثل الحاجة دي، لأن في كيان نشأ اسمه مجلس الأمناء. نحن جميعا أعضاء مجلس الأمناء الآن، انحيازاتنا، أفكارنا، جهاتنا هنعكسها في أفكارنا، لكن مش هرفع إيدي وأقول أنا فلان الفلاني ممثل الجهة الفلانية. في الحوار وفي جلساته وفي أعماله من حق الجميع أن يقول أنا ممثل الحزب الفلاني وأرى في القضية دي الفلانية دي الشيء الفلاني. ده أمر من طبيعة وصميم الحوار. التوقعات زي ما حضرتك أستاذ كريم هو نفس الإجابة، يعني الأحزاب المعارضة موجودة وكل القوى السياسية موجودة بلا استثناء، وكل يعبر ويستطيع أن يكسب جولة في الحوار أو أكثر أو يكسب عند الرأي العام، ده منوط بجهده وقدرته على الإقناع، لكن لا أسقف، مرة ثانية بأكد، لا أسقف للحوار. كيف سيصل الحوار؟ هذا بتسأل، وده نفس السؤال، هيوصل للناس ببساطة شديدة. احنا يمكن وده الأمانة الفنية أعلنته في أرقامها، أنا شخصيا مفاجأ بحجم الاهتمام بالحوار، يعني من واقع سواء خبرتي السياسية أو النقابية أو الأكاديمية في البحث في النظم السياسية مفاجأ بالإقبال، وبالتالي هذا الإقبال يعكس حاجة عند المصريين لباها الحوار وطريق يطرح المصريين من خلاله أفكارهم، وبالتالي وصوله إليهم رهن بأن يصل كل المشاركين في الحوار إلى نتائج تطبيقية سواء تشريعات أو قرارات أو سياسات
تلبي ما يريد المصري، مش كله عشان ما يذهبش سقف التوقعات الى اعلى ما نعتقد. نحن لا ننشئ دولة، الدولة المصرية قائمة. نحن نقوم الان بوضع ملامح لجمهورية جديدة في هذه الدولة القائمة، تجعلها افضل مما هي عليه الان، ويبقى عنوانها العريض المشاركة. معا معا نصنع هذه الجمهورية. معا دي محتاجة جهد من 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 مجلس الأمناء ومن المتحاورين، عشان المصريين لا يشعروا. زمان كانوا بيقولوا كلام جرايد، مش عايزهم دلوقتي يقولوا كلام حوارات. عايزين نوصل نتائج، وده مش عندنا بس، هذه قناعة عند كل زملائي وزميلاتي المحترمين في مجلس الأمناء. طب ماشي تفضل، عشان كده آخر سؤالين من هنا وسؤال من هنا ولا من هنا. نورهان خفاجي صدى البلد. كنت عايزة أسأل حضرتك بخصوص أنه موعد، هل هناك مدة زمنية محددة منذ أجبت عن هذا السؤال؟ لا، مدة زمنية محددة لعقد الجلسات مجلس الأمناء عشان نبدأ حوارنا الفعلي منذ إعلان الرئيس النهار. أعلنت تاريخ الجلسة وجدول أعمالها. تاريخ الجلسة 19. الثانية يوم 23، ولكن أشوف فيها تنسيت يوم 23 مش 23 خالص. 23 اهدي يا نورهان، اهدي يا نورهان ركزي. 19 انا قصدي يا فندم متى تمتد الجلسات؟ نستهدف كم جلسه مجلس الامناء، كم جلسه وصولا الى تنظيم طاوله الحوار نفسها وليس علاقه بالجلسات مجلس الامناء. تمام، بنستهدف مده زمنيه قد ايه عشان يعني كم شهر او كم جلسه هيحتاجها مجلس الامناء عشان نوصل لطاوله الحوار نفسها؟ اللي وراكي زميلتك عشان. طب انت ماشي يلا. احمد غنيم قناه النهار. بتحدث عن الجلسات نفسها، هل ستكون معلنه ولو حتى مذاعه على الموقع الرسمي للحوار الوطني، ام ستكون مغلقه وسيكون هناك بيانات فقط او تصريحات بنتائج الجلسات؟ جارتك بقى اخر سؤال الناحيه دي، اتفضلي يا استاذه. فريدة محمد، مساعد رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. أنا كنت عايز أسأل حضرتك فيما يتعلق بالأولويات الخاصة بهذا الحوار، كيف سيتم تحديد الموضوعات والأولويات؟ يعني ما القضايا التي سيتم اختيارها في الأولوية؟ يعني ترتيب الأولويات كيف سيتم؟ ده السؤال الأولاني. كنت عايز أسأل حضرتك، البعض قابل الحوار الوطني بتشكيك وفي نتائجه وفي إمكانية أن يؤدي إلى جديد، كيف ترى هذا التشكيك؟ طبعا والبعض طرح شروط للحوار، كيف تتعاملون مع فكرة الشروط المطروحة للحوار أو مبدأ الشروط؟ أحد أعضاء مجلس الأمناء بالأمس على قناة الجزيرة طرح فكرة أن موضوع العدالة الانتقالية سيكون ضمن هذا الحوار الوطني، يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟ طبعا هو طرح هذه الفكرة في معرض سؤاله عن دعوة عناصر الجماعة الإرهابية، وقال أن موضوع العدالة الانتقالية قد يكون على أجندة الحوار أو سأطرحه ضمن أجندة الحوار، ما تعليقك على هذا الأمر؟ شكرا جزيلا. مشكور حضرتك. طيب تنظيم الحوار يا أستاذ نورهان، الجلسات اللي انت سميتيه كده يعني الجلسات القادمة لمجلس الأمناء، هدفها الرئيسي هو وضع أجندة الحوار بمواعيده وموضوعاته ومواعيد انعقاده، وده هيتم من أول جلسة 19، وعندنا زي ما ذكرت في جدول الأعمال اللجان النوعية واللجان الفرعية وكمان الناس اللي هتبقى مسؤولة عنها، كل ده مطروح بالإضافة لجدول زمن اللي هيبقى مطروح على حضراتكم جميعا، وده دور مجلس الأمناء هينتهي منه بأسرع ما يستطيع. الجلسات في الأصل علنية زي ما ذكرت، المنصوص عليه في اللائحة علنية ويحضرها الصحفيين والإعلاميين، وإحنا عندنا هنا في الأمانة الفنية الجلسة الصباحية كانت بتبث بث مباشر على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك، وبالتالي ما لم يقرر مجلس الأمناء باتفاق مع المتحاورين إذا كان في بعض القضايا البعض شايف إنه هيعبر أفضل في غير العلنية، ده هيبقى قرار مجلس الأمناء. أستاذة فريدة، أولويات الحوار أيضا ستتحدد عبر مجلس الأمناء مما يأتينا من الأمانة الفنية مما أرسل من مقترحات، وأيضا مما يطرعه السادة أعضاء مجلس الأمناء، لكن ما فيش حاجة اسمها هنعمل حاجة ونوقف لغاية اللي بعدها، لا، هنسير بالتوازي، هيطرح أكثر من قضية وأكثر من لجنة نوعية أو فرعية في نفس الوقت عشان ننهي الجلسات في أسرع وقت. حضرتك أنا يعني في تعبيرات بسمعها ما بفهمهاش أو بحاول ما فهمهاش، انا ما اعرفش حاجه اسمها تشكيك، ما بفهمش تشكيك، ما بفهمهاش،
هي كلمة عامة لأنه المختلف أنا شايفه مشكل هو حر، طالما لم يقتل لم يحرض لم يهدد لم يرفض الدستور، ما دون هذه الأشياء أسميه رأي آخر، هو حر فيه يقول زي ما عايز. شروط، لم نتلقى شروط من أحد، لم تطرح قوة سياسية واحدة أو تجمع لقوة في مصر شروط، ما طرح وهذا حق اللي من طرح اسموها ضمانات. تدقيق المصطلحات مهم لأنه بناء الثقة أهم، وبالتالي فلنعطي ولنفسح يعني عقولنا وصدورنا للاختلاف. المختلف ليس مشكك، المختلف مختلف، والمتفق متفق، ولا يجوز اتهام المتفق لا في نيته ولا ذمته، ولا يجوز اتهام المختلف لا في نيته ولا ذمته. يا فندم ما لسه ما اعرفش، يا نورهان لسه صبر، يا نورهان لسه صبر جميل، صبر جميل. اخر اجابه لحضرتك، اللائحه نصت نصا صريحا على ان المتحدث الرسمي باسم المجلس، المجلس الامناء هو فقط المنسق العام، ودون ذلك لكل عضو في مجلس الامناء ان يدلي برايه باعتباره رايه او راي من يمثله في اي وسيله اعلاميه اراد ويدافع عنه، هذا راي الشخصي. لا نستطيع ونحن في حوار ان نصادر على اقرب زملائنا والذين يدلوا الحوار ان يبدوا ارائهم. وانا يعني هقرا على حضرتك الماده، ماده 12 في اللائحه. المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الامناء، وله الحق في الادلاء ببيانات صحفيه او عقد مقابلات اعلاميه باسم المجلس دون ان يخل ذلك بحق اعضاء مجلس الامناء في التواصل المجتمعي او في التعبير عن ارائهم الشخصيه فيما يتعلق بالموضوعات المعروضه على الحوار، وذلك دون استباق نتائجه. نص واضح واجمع عليه، وبالتالي حضرتك انا عايز بس ما نتخضش كتير، وفي حاله جديده لازم نشعر بيها اسمها حاله الاختلاف والخلاف، وانه هذه الحاله لابد ان احنا نجبر انفسنا ونتحدث عن نفسي اولا وعن المختلف معي ثانيا، ان يعرض خلافه ويسنده بدليل او راي عشان يقنع باقي الناس، لا ان اتمترس انا شخصيا وراء فكره سياسيه او ايديولوجيه واعتقد انها الحق المطلق، ولا انت. وبالتالي الحوار هو بين يعني شركاء، مساحه مشتركه او مساحات مشتركه، وده شعارنا عايزين نخلقها بهذه الروح الجديده. اخر سؤالين الناحيه دي، طب انت زي بعض يلا. معلش يا فندم، كنا طارق رمضان مع حضرتك نهار برلمان. لا لا براحتكم سيادة النقيب، كنا عايزين بس نسأل حضرتك، طبعا مجلس الشيوخ أصدر بيان من عدة أيام يعني بيوضح فيه إن هم مشاركين في الحوار وعدم إسناد الحوار الوطني لمجلس الشيوخ، فياريت بس نوضح المعلومة دي للرأي العام بخصوص بيان مجلس الشيوخ. تمام، إن حد اتفضل آخر اثنين. محمد يحيى، صحفي من موقع القاهرة 24. أولا يعني أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وعن جموع الصحفيين، إسناد المسؤولية الوطنية لسيادتك كنقيب الصحفيين، وأتمنى من الله أن يسدد خطاك وأن يعينك عليها. ثانيا يعني يهمني ويهم كل مواطن ويهم كل القوى السياسية والتيارات السياسية في هذا الوقت وفي هذه المناسبة الوطنية الخالصة أن يعرف، وإن كنا جميعا سنجتهد في هذا الأمر، توصيات واتصال السيد الرئيس صاحب هذه المبادرة الوطنية الخالصة، يهم جموع الشعب المصري أن يعرف آخر توصيات وآخر حديث بينكم وبين فخامة الرئيس، لأن يعني من غير العادي أن يفتقد موقف الرئيس وهو الداعي الأول وهو الضامن الوحيد لجدية هذا الحوار الوطني. شكرا للسيد. شكرا حضرتك، تفضل اخر سؤال.
قناة صدى البلد. يعني الكثيرين بيسألوا عن فلسفة الحوار، هل رسم ملامح جمهورية جديدة أم تعديل مسارات البعض يراها يعني لابد من تعديلها؟ ثانيا، خلال الجلسة الافتتاحية دار الحديث من أحد السادة الأعضاء بخصوص الحبس الاحتياطي، هل سيكون هناك يعني ده ملف هيكون مفتوح، وخاصة كانت هناك بعض المطالب بإعادة النظر في قصة الحبس الاحتياطي؟ ثالثا يا فندم، سؤالي الأخير الخاص بي، هل ستكون الاستجابة لبعض المطالب في الحوار الوطني استجابات سريعة، أم سننتظر لنهاية الحوار الوطني لكي يتم النظر في كل مطالب القوى السياسية؟ شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. آخر سؤال من حضرتك، تفضل. علي الحوفي، العين الإخبارية. هل في موعد مقترح لبدء الحوار رسميا؟ مش مجلس الأمناء. طب احلف لك بيه عشان تصدق. ثانيا، اللائحة. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنحضر لدوري كرة القدم. احنا في الحوار يعني، ادخل في اللي بعده. اللائحة، متى سيتم توزيعها الصحفيين؟ مش هجاوب. خلال ساعة؟ ماشي طيب، خلال ساعة. طيب قبل ما اجاوب على الأسئلة المهمة الأخيرة اللي اتقالت، أنا بس بنبه إلى خطأ وقع على صفحة الحوار الوطني على الفيسبوك يتعلق بزميلنا الحبيب والعزيز الأستاذ نجاد البرعي، اللي نتيجة الخلط في سرعة التفريغ والخلط بينه وبين رأي آخر فيما يخص موضوع الحبس الاحتياطي والمحبوسين احتياطيا نسب إليه شيء لم يقل، والمستشار محمود فوزي يعني راجع الأمر مع الأمانة الفنية وقدم اعتذارا للأستاذ نجاد البرعي في جلسة مجلس الأمناء عن الخطأ وتم تصحيحه، وأنا هنا باسم حضراتكم بعيد الاعتذار للأستاذ نجاد وأنه لن يتكرر، لكن سامحونا ما هو ما كانش في حوارات قبل كده بالطريقة دي فهنغلط. فدي الحاجة. الحاجة التانية، وأنا بنتقل لأسئلة الزملاء، بيان مجلس الشيوخ واضح تماما. السيد رئيس الجمهورية قبل بيان مجلس الشيوخ قال في تصريحاته سترفع المقترحات التشريعية من سيادته، سترسل إلى مجلسي البرلمان، وإن أدوار مجلسي البرلمان هي التشريع والرقابة. الحوارات موجودة، ليس هذا الحوار مسبوق في الحياة السياسية المصرية، ولذلك آليته ليست خارجة عن المؤسسات الدستورية، هي خارج المؤسسات الدستورية لكنها متكاملة معها. لن يخرج مقترح تشريعي من هنا إلا لابد أن يمر عبر السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالتالي بيان السيد رئيس مجلس الشيوخ كان بيانا حقيقة يعني يحيى عليه في ترحيبه بالحوار وتحديثه. يا يحيى، سيادة الرئيس يعني الحقيقة لقاء والاتصال به أمر لا يحتاج إلى تواصل واتصال مباشر. سيادة الرئيس آخر لقاء عمله وشفتوه على التلفزيون كان واضح فيه فيما كنا واضحين فيه اليوم، وهو محدد بمحددات الحوار أن من يقتل أو يقاتل لا يتحاور، وبالتالي سيادة الرئيس بيضع مبادئ عامة الباقي متروك لينا. والدليل يمكن بقول لحضراتكم بشكل واضح أن مجلس الأمناء الحوار اللي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي شكله مجلس أمناء الحوار نفسه، مش قرار جمهوري في سابقة هي الأولى، لأنه هذا المجلس مستقل بيشكل نفسه ضمن المبادئ العامة أنه حوار للمصريين دون استثناء أو تمييز حول أولويات العمل للوطن. ده كلام الرئيس، وكلام الرئيس إحنا ماشيين معاه بنطبقه. المسارات، وهنا عايز أوصل ليعني نقطة رئيسية، المسارات طبعا هي بحسب زي ما قلت المحاور اللي هنمشي فيها وحسب الفترات، لكن في مسار مغلق، مسار مسدود، مسار لن يتم الاقتراب منه، لأنه أساس الشرعية دستور مصر ليس مطروحا في أي مرحلة ولا في أي توقيت في هذا الحوار للنقاش حوله. الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم، وشرعية الحكم هي أكثر من هذا في الدستور 2014، هي شرعية الدولة بعد الإطاحة
بحكم الاستبداد الإخواني. وبالتالي هذا الدستور محترم من الجميع، إجماع على ما أن لا مساس به. لا يوجد على جدول أعمال الحوار شيء يتعلق بالدستور عدا إعمال الأحكام التي أتت به. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.